بسم الله، يلا نبتدي جزء جديد اسمه الهاند اكزامينشن، او جزء سهل جدا جدا مش هتحتاجوا اصلا تذاكروه، مجرد ان انتوا تفهموه بس كويس هتعرفوا تكتبوا فيه لوحدكم. تمام. طيب قبل ما نعمل قبل ما نتكلم بالتفصيل، يعني في حاجه اسمها هاند اكزامينشن عن طريق الانسبكشن، وفي هاند اكزامينشن عن طريق البالبيشن. تمام. طيب يعني ايه انسبكشن اصلا؟ انسبكشن يعني انت مجرد ان انت تبص بعينك. تمام. دوت انت مش بتدخل خالص بايدك، هي مجرد العين بس هي الانسبكشن، ان انت تقف تتفرج على ايد المريض، تعملها انسبكشن عن طريق عينك بس، او اكزامينشن عن طريق عينك بس. طيب البالبيشن ديت عن طريق ايدك. تمام. حلو قوي دي. طيب هتمد ايدك وتبتدي تحس، تشوف مثلا في تندر، تشوف اي حاجه، او هتاكد اللي انت شفته خلال الانسبكشن. تمام. طيب مش موضوعنا دلوقتي اللي احنا بنتكلم اصلا فيه، او الجزء اللي احنا فيه دوت هو الانسبكشن. تمام. انت مش هتمد ايدك خالص على المريض لحد دلوقتي كنت بتعمل له هاند اكزامينشن. طيب هنتكلم بقى في ايه عن الهاند اكزامينشن؟ هنتكلم في الكلر، هنتكلم في الريش لو كانت موجوده او لا، والشيب والكريس والنيل اكزامينشن، كل حاجه من اسمها. الكلر لون الهاند بتبقى عامله ازاي، الريش يعني في اي حاجه او اي ابنورماليتي في السكن، حاجه عاليه، حاجه واطيه، حاجه لونها متغير مثلا او لا. تمام. حاجه زياده عن الجلد. طيب والشيب بتاعت الهاند والكريسس اللي هي العلامات دي، والنيل اكزامينشن اللي هي الضوافر. هنتكلم عن كل حاجه لوحدها. طيب رقم واحد هنتكلم عنه هي الكلر. تمام. طيب ايه الالوان اللي احنا عارفينها دايما او اتكلمنا عنها؟ يا اما بلور، طبعا عارفين اسبابها يعني ايه. تمام. يا اما ساينوزس، برضو عارفين اسبابه زي ما اتكلمنا قبل كده. يا اما جوندس، برضو عارفينها واتكلمنا عنها كل واحده بالتفصيل الممل قبل كده شابتر في جزء اللي هو تسجيل كان اسمه الجنرال ابييرنس. تمام. طيب سريعا كده، البلور كنا اتكلمنا عنه وقلنا ان هو بيجي بسبب ايه، بسبب انيميا، بسبب شوك، وكمان بسبب الاديما، صح. طيب والساينوزس برضو كان بيجي بسبب ايه، بسبب نقص الاكسجين. طيب والجوندس، جوندس معروفه اللي هي الصفرا يعني. تمام. ليها ثلاث اسباب، صح، اللي هي هيموريتك او هيماتك او بوست هيماتك. طيب تمام. طيب في حاجه بس هنا جديده بقى في الالوان اللي احنا عاوزين نعرفها، اسمها ايه؟ اسمها بالمر اريسيما. طيب من اسمها بالمر يعني بتظهر في البلم بتاع الهند. طب والاريسيما، اريسيما يعني لون احمر، يعني في احمرار او ريدش في البلم بتاع الهند على البوس سايد. تمام. بتيجي في الناحيتين. طيب اسبابها ايه؟ اسبابها تو اي، الكوزز بتاعتها تو اي وتو فيلير. تمام. تمام. طيب تو اي عباره عن ايه؟ رقم واحد اللي بسك هو جاي مولود كده ادفيرس، مي بايده البلم بتاعها لونها احمر. تمام. اللي بسك يعني غير معروفه السبب. طيب والاي الثانيه انفكشن. تمام. طيب اي انفكشن؟ لا، هو بيقول لك الانفكشن بيبقى معمول بتو فيروس، هما حاجه واحده يعني، هما الاثنين نفس الكلام، اتش اي في والادينو فيروس. طيب ليه هما الاثنين بيعملوا احمرار في البالم بتاع الهاند، او بيعملوا بالمال ايريسيما؟ بيعملوا بسبب الكابيلر دايليتيشن. طيب الكابيلر دايليتيشن بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب ان هما الاثنين بيعملوا ستيمولس او ستيميوليشن للباراسمباثيك. طيب الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ السمباثيك، المهم يعني الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ الباراسمبثيك بيعمل فازو دايليتيشن، بيزود الدم اللي رايح دي الاطراف، فبالتالي هيوصل للايد هتلاقي فيه الريسيما. تمام. طيب ليه اصلا بيحصل ستيموليشن للباراسمبثيك؟ لان الفيروسين دولت بيضربوا السي ان اس، بيضربوا اي اعصاب. تمام. بيعملوا حاجه اسمها النيوروباثي، التهاب في الاعصاب مثلا، او الاعصاب تبقى تعبانه، فكده بيشغل، بيعمل يعني النيوروباثي بيعمل ستيموليشن للباراسمبثيك، فالباراسمبثيك بيعمل فازو دايليتيشن، فبيزود الفاسكولاريزيشن. تمام. طيب لما يزود الفاسكولاريزيشن والدم يبقى فيه كتير قوي رايح للهاند، فبالتالي هتظهر لونها احمر. تمام. يبقى البالمر اريسيما اسبابها ايه؟ 2 اي و2 فيلير. رقم واحد اديوباثيك، رقم اثنين انفكشن. انفكشن في ايه؟ ب اتش اي في والادينو فيروس، بيحصل له بسبب ايه؟ بسبب الكابيلر دايليتيشن
بسبب كابيلر دايليتيشن، بسبب ستيموليشن للباراسمباثيك اللي حصل بسبب النيوروبس اللي بيحصلوا بسبب الاثنين فيروس دولت، فبالتالي هيحصل بوست دايليتيشن وانكريز الفاسكولاريزيشن او كابيلر دايليتيشن. طيب نشوف الاثنين فيلير بقى. الاثنين فيلير عباره عن ايه؟ عباره عن هارت فيلير وعباره عن الليفر فيلير. تمام. طيب ليه بقى احنا قلنا الفيلير عباره عن هارت فيلير وليفر فيلير؟ طيب ليه الهارت فيلير؟ احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان الهارت فيلير بيعمل سينوزس. تمام. ليه؟ بسبب ان الهارت مش قادر يعمل دايليتيشن يستقبل الدم اللي جاي من البريفرال، فبالتالي الدم بيقعد شويه في البريفرال، فبالتالي مفيش اكسجين فيه كويس، فبالتالي بيبقى لونه ازرق. تمام. الاطراف تبقى ازرق. طيب ليه هنا احنا قلنا ان هو ممكن يعمل بلمر إريسيما في البدايه؟ يعني هي مجرد البدايه يعني في البدايه بيبقى الدم لونه احمر، بعد كده نقص الاكسجين بيقلب لون ازرق. يعني في البدايه بس بتاعه الهارت فيلير بتعمل بلمر إريسيما، بعد كده بتقلب بسينوس. طيب الليفر سيل فيلير او الليفر سيروزس كمان او ليفر فيلير عامه يعني بيعمل ايه؟ الليفر سيروزس او الليفر فيلير بيزود حاجه اسمها الاستروجين. تمام. طيب الاستروجين دوت بيعمل ايه؟ الاستروجين دوت بيزود البص كولاريتي، فبالتالي هتعمل بالمر إريسيما. تمام. طيب معنى كده في معلومه زياده بس ان الاستروجين طالما زياده هو كمان بيزيد في البريجننس، بيزيد في الحمل، فبالتالي هيزود الباسكولاريزيشن. طب احنا ليه ما قلناش هنا من اسباب البالمر إريسيما ان بسبب الحمل؟ لان احنا بنتكلم في الاطفال، الاطفال اكيد مش هيحصل لهم بريجننس. تمام. يبقى البالمر إريسيما 2 اي و2 فيلير. 2 اي دي باسيك انفكشن بالاتش اي في والادينو فيروس، و2 فيلير بالهارت فيلير والليفر سيل فيلير او الليفر سيروز. تمام. في حاجه تانية كمان في الكلر؟ في اي كلر تانية؟ اكيد لا، مفيش كلر تاني. طيب هنتكلم دلوقتي عن الريش. رقم 2 ريش. يعني ايه ريش؟ يعني الريش ديت اي ابنورماليتيز موجوده في الجلد او لون متغير موجود في الجلد. تمام. طيب عباره عن ايه؟ عباره عن كذا حاجه. مثلا رقم 1 منها هنا مكيول. يعني ايه مكيول؟ مكيول دوت عباره عن بقعه موجوده في الجلد صغيره مش عاليه ولا واطيه، هي مجرد على سطح الجلد عادي، لونها احمر، هي تبقى فلات ديسكولوريشن للسكين، بمساحه اقل من 1 سنتيمتر وبتبقى فلات. بصوا اقل من 1 سنتيمتر وبتبقى فلات. تمام. فلات ديسكولوريشن، المكيول عباره عن فلات ديسكولوريشن، بتبقى المساحه بتاعتها للسكن بتبقى المساحه بتاعتها اقل من 1 سنتي. دي مهمه طبعا، مهمه ديت، هي دي تعريف المكيول. تمام. طيب بتظهر بسبب ايه؟ بتظهر بسبب مرض اسمه السيستيماك لوبس، اللي هي بالعربي اللي هي الذئبه الحمراء. تمام. او حاجه اسمها الريسيما مالتي فورم. طيب يعني ايه دوت؟ احنا عارفينه او لسه هتدرسوه، مرض كبير كده جامد، ويعني بدون دخول في تفاصيله، هو بيعمل مكيول وخلاص. تمام. طيب يعني ايه الريسيما مالتي فورم؟ يعني هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تمام. رياكشن حصل مثلا اللي هو ايه؟ حصل انفكشن مثلا يعني بالهيربس سيمبلكس فيروس، تمام. فبالتالي عملت مكيول، ده هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ماشي. ديت المكيول. طيب يبقى احنا عرفنا المكيول عباره عن فلات ديسكولوريشن للسكن على اريا من السكن اقل من 1 سم. طيب رقم 2 عباره عن بابيول. طيب يعني ايه بابيول؟ دي جزء ريزد مش فلات. هنا قلنا المكيول فلات، هنا البابيول ريزد. تمام. ده ريزد اريا بتبقى اقل من 1 سنتيمتر برضه. ماشي. برضه بتبقى بتظهر في مرض ايه؟ مرض السكيبس، حته مرتفعه كده على السكن بتبقى اقل من 1 سنتي وتبقى ريز، دي اسمها بابيول. حاجه عاليه بتبقى لونها احمر على الجلد، تيجي تقيسها او تيجي تشوفها هتلاقي اقل من 1 سنتي، تعرف ان ديت بابيول. ماشي. طيب رقم 3 ممكن نلاقي فيزيكال.
طبعا الفيزيكال دي كلنا عارفينها، اشهر حاجه ليها ايه؟ اللي هي اسمها الفقاعه او البؤبيشه اللي بتظهر من الحرق. تمام. طيب ليها مواصفات معينه، هي ملهاش مواصفات معينه خالص، هي تبقى ريزد وبتبقى مليانه فلويد، فول اوف فلويد. تمام. اشهر مثال بيبقى ايه؟ البر. تمام. في مثلا اللي هو الهيربس سيمبلكس او اللي هو مرض الجدري، ده الفيروس بتاعه. تمام. في مثلا حاجه سندروم اسمه 4S، اللي هو ايه؟ ستافي سكيلد سكين سندروم. دي بتعمل فقاعات كتير كده، كتير 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 في الجلد. تمام. طيب اول ما تطلع الفقاعات دي الناس دايما بتهرشها او هي بتفرقع لوحدها، فلما بتفرقع بيبقى مساحه كبيره قوي من الجلد بتبقى اكنها مسلوخه، مساحه كبيره قوي كده من الجلد بتبقى مسلوخه. دي مشهوره قوي في نيو بورن، بتحصل كتير. الانفكشن ده او السندروم ده بيحصل كتير قوي في النيو بورن. تمام. طيب رقم 4 هنتكلم عنها، حاجة اسمها النوديول. نوديول. طيب النوديول ده بتبقى ايه؟ بتبقى النوديول دي بتبقى ريزد ولكنه ايه؟ اكتر من 1 سنتيمتر. تمام. النوديول دي مثلا لو واحد طلع له، هقول لكم زي ايه، لو واحد طلع له مثلا كيس دهني تبقى في الحتة دي، ده نوديول. تمام. طيب لو واحد في حاجه اسمها اوسيلر نوديول، دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الصوابع، نوديولز كده صغيره كتير قوي بتنم ان هي ان الطفل او البني ادم ده عنده انفكتيف اندوكارديتس. تمام. اسمها اوسيلر نوديول. اوسيلر بتبقى ريزد، بتبقى ريد، بتبقى بينفول، بتوجع يعني مجرد ان انت تضغط عليها او ما تضغطش عليها برضو بتوجع. تمام. بتبقى فيرم جامده. الحاجات دي كلها لو لقيتها ولقيت مساحتها اكتر من 1 سنتي تعرف ان هو عنده حاجه اسمها اوسيلر نوديول. تمام. بتنم عن ايه؟ بتنم ان هو عنده او انديكيت ليه الانفكتيف اندوكاردايتس، مشكله في القلب. تمام. طيب فاضل واحده بس همسح علشان المساحه. في حاجه كمان اسمها ايه؟ اسمها او اخر واحده في القراش، حاجه اسمها بيربرا. البيربرا ديت عباره عن ايه؟ عباره عن ديسكلوريشن، بيبقى لونه بنفسجي ريد او بيربل ديسكلوريشن في السكن. تمام. بيحصل بسبب ايه؟ او سبوتس، بتبقى سبوتس كتير كده، مثلا بقعه هنا كده لونها احمر او بنفسجي، ومثلا هنا كده وكده. تمام. كده ملهاش ايه؟ ملهاش مساحه معينه في الجلد، دي البربر ملهاش مساحه معينه في الجلد، بتبقى بتفرقها زي مثلا يعني خلي ناموسه تقرصك وشوف ايه اللي هيحصل في ايدك. لو ناموسه قرصت هنا الحته دي كلها بتحمر، دي بربر. طب دي بربر ولا قرصت ناموسه؟ اعمل بلانش، دوس كده عليها، لو ابيضت تحت ايدك لما انت عملت بلانش وبيضت تبقى قرصت ناموسه، لو ما بيضتش ودانتها نفسها دايما نفس اللون دي كده تبقى ديت بربرة. تمام. يبقى البربرة بتعرفها ازاي؟ انها تبقى ريد او ديسكلوريشن وبتبقى دونت، ما بيحصلهاش بلانش، ما بتبيضش. تمام. مع الضغط كومبريشر. تمام. طيب بتبقى ايه؟ بتبقى عبارة عن ان البلاد فيسز او الكابيلاري فرقعت، حصل لها رابتشر. تمام. طيب بتبقى مثال زي ايه؟ بتبقى مثال حاجة اسمها هنوخ. هنوخ ايه؟ هنوخ سكولين بربرا. هنوخ سكولين بربرا. تمام. ده اختصارها واختصار معترف كمان. دي عبارة عن ايه؟ ديت في يعني بيبقى فاسكولايتس، التهاب في الاوعيه الدمويه. بسبب ايه؟ بسبب اميونوجلوبولين اي ديس اوردر. مع المعلومات بتاعتها او التفاصيل بتاعتها مش علينا،
هي مجرد ان انت تعرفها اسمها هينوخ سكولين بيربورا، بسبب بتعمل فاسكولايتس، فبعد كده بيحصل رابتشر للكابيلاريز بلاد كابيلاريز، فبالتالي بتعمل سبوتس كده لونها احمر او لونها بيربر، دي اللي اسمها بيربر. تمام. طيب في حاجه اسمها روكي ماونتين سبوتلت فيبر، روكي ماونتين سبوتلت فيبر من اسمها دي عباره عن فيبر، بسبب ايه؟ بسبب بكتيريال انفكشن، عباره عن بكتيريا دخلت الجسم عملت انفكشن، عملت حاجه اسمها روكي ماونتين سبوتلت فيبر. بتبتدي ازاي؟ بتبتدي عادي خالص كاي انفكشن، بيبتدي سخونيه وفيبر وهيدك ومليز مصدع ودايخ ومش عايز ياكل. تمام. بتبتدي بالحاجات دي كلها وبعدين تقلب ببربرا بلاد كابيلاري، بتروح مفرقعه بعديها فبتعمل اللي هي السبوتس دي اللي هي اسمها بربرا. يبقى ملخص الريش، الريش عباره عن مكيول او بابيول، انت ممكن تشوف مكيول او بابيول او فسكل او منديول او بربرا، هتعرفهم ازاي؟ الفرق بينهم ازاي؟ المكيول هتلاقيها عباره عن فلات مش عاليه عن الجلد بمساواه الجلد، وهتلاقي مساحتها اقل من 1 سم. تمام. طيب البابيول مساحتها اقل من 1 سم برده بس اعلى من الجلد زي الرسمه دي كده. تمام. طيب الفيزيكال، الفيزيكال هتلاقيها اعلى عاليه عن الجلد وهتلاقيها مليانه فلويد. تمام. زي لو حد عارف شكل الجدري بتاع الاطفال اللي بيجي هيبقى هي هي. تمام. او شكل الحرق، اشهر مثال ليه بيبقى شكل الحرق، لو بيبقى من الدرجه الثانيه اللي بيبقى مليان ايه؟ ميه ده. تمام. طيب النوديول، لو لقيت نوديول اكتر، النوديول عباره عن حاجه عاليه عن الجلد ومساحتها اكتر من 1 سم، الفيزيكال حاجه عاليه عن الجلد بس مليانه فلويد. تمام. البابيول حاجه عاليه عن الجلد بس مساحتها اقل من 1 سم. تمام. النوديول بتبقى فيرم، النوديول بتبقى فيرم ما بتبقاش مليانه فلويد، بتبقى ناشفه. تمام. بتبقى حمراء وبتبقى كمان بتوجع يعني. تمام. طيب البربرة عباره عن ريد بيربل ديسكولوريشن او سبوتس في الجلد، بسبب ايه؟ بسبب الكابيلاري رابتشر. تمام. بتفرقها مثلا، تبقى حاجه لونها احمر على الجلد كده سبوتس كتير، بتفرقها ازاي من قرصه اي حشره؟ ان انت بتعمل بلانش على الجلد وتشيل ايدك، البريجر اللي انت تعمل، انت بريجر لو انت عملت بريجر على على الحته اللي هي لونها احمر ولقيت انها ابيضت تعرف انها كده قرصه اي حاجه. تمام. لو ما بيضتش حصل لها دونت بلانش مع البريجر ديت، معناها ان هي بربرا. تمام. كده خلصنا الكلر والريش، هندخل على الشيب. رقم 3 الشيب، الشيب او السايز او الديفورميتيز بتاعت الهاند. الشيب عباره عن ايه او السايز عباره عن ايه؟ انت هتلاقيها يا اما شورت او اللي هي سمول يعني. تمام. ودي هتسميها ايه؟ دي هتسميها تراكي داكتاي. تمام. يبقى لو الايد لقيتها صغيره وقصيره دي اسمها براكي دكتايلي، دكتايلي اللي هي خاصة بالصوابع يعني. تمام. طيب براكي دكتايلي اللي بتبقى قصيرة، ايه أشهر حاجة احنا اتكلمنا عنها قبل كده بتعمل براكي دكتايلي؟ الداون سندروم. بصوا احنا هنكتب هنا الداون سندروم لأنه هيبقى ايه؟ أشهر حاجة احنا هنتكلم عنها دلوقتي. الداون سندروم ده أشهر بيحصل هنا، بيبقى معاه ايده بتبقى براكي دكتايلي. تمام. طيب لو كانت الايد احنا قلنا انها قصيرة وصغيرة، طيب لو كانت مثلا لارج هيبقى اسمها ايه؟ لارج يعني ماكرو. طيب تمام. طيب دي بتحصل امتى؟ يا اما ايديوباثيك عادي هنا الشورت، يا اما ايديوباثيك هو موجود كده طبيعة اهله كده، مثلا فاميليا كلهم كده، عيلته كلها كده، اهله كلهم كده، يا اما داون سندروم. طيب اللارج او الماكرو دكتايلي، يا اما برضه الايديوباثيك هي نازله هو نازل كده، يا اما في حاله اللي هي الايه الاكروميدالي. لو تعرفوا يعني ايه اكروميدالي، اللي هي اكروميدالي، ايه الاكروميدالي؟ عارفين في المسلسل اللي هو بتاع الكبير
اللي هو اشرف، هو كده دوت عنده كان هو صغير عنده الهرمون بتاع الجروس، جروس هرمون عالي زياده قوي زياده قوي قوي قوي، فبالتالي ادى الشكل اللي انتم شايفينه ده. الاكروميجالي هي الهرمون يعني ده زياده في الجروس هرمون بيعمل حاله اسمها اكروميجالي. تمام تمام طيب في حاجه كمان اسمها كلينو داكتايلي. شفنا الايد قصيره والايد صغيره، طيب تعالوا نشوف الصوابع فيها مشكله ولا ايه. في مثلا حاجه اسمها كلينو داكتايلي، كلينو داكتايلي برضو في حاله الداون سندروم اهو. تمام طيب ليه معناها ايه؟ ادي الايد ادي اللسان معلش على البشعة دي البشاعة دي. بصوا ده حصل ايه؟ حصل lateral deviation صح؟ بيحصل مع ايه؟ بيحصل مع الدون. هاتوا حالة دون وبصوا على ايده، خليه يعمل ايده كده وبصوا على الصابع دوت هتلاقوه واخد كيرف كده lateral deviation. تمام؟ خاصة هو ممكن يحصل في اي صابع بس خاصة بيحصل في little finger. ده مع حالات ايه؟ مع حالات الدون، ده اشهر حالة. في حاجه اسمها تيرنر سندروم، ديت برضو حاله جينيتك ديس اوردر يعني زيها زي مثلا الداون، هي باختلاف طبعا الاعراض بتاعه كل واحده او باختلاف السبب كمان، بس هي جينيتك ديس اوردر لان الداون برضو جينيتك ديس اوردر. الداون دوت يعني عنده الكروموسوم رقم 21 عنده منه 3 مرات. تمام طيب دوت هي جينيتك ديس اوردر برضو. هنا الكلينو داكتايل اللي هو عنده في لاترال ديفيجن للصوابع وغالبا الليتل فينجر برضو بتبقى بسبب جينيتك ديس اوردر داون سندروم والترنر سندروم. تمام طيب في ممثل هندي اسمه ريتيك روشان، عارفينه؟ ريتيك روشان دوت لو انتوا عارفينه هتلاقي ايده اليمين فيها 6 صوابع، عنده الاربعه دولت ودوت في صابع كمان زياده جنبه. تمام طيب الحاله بتاعته دي اسمها ايه؟ هنا رقم 4 الحاله دي اسمها ايه؟ بولي، بولي يعني كتير داكتايلي اللي هي بتاعت ايه؟ ريتك روشان بتاعت 6 صوابع، اكتر من 5 صوابع يعني اكتر من 5 فينجر بسبب ايه؟ بسبب حالات يا اما جينيتك ديس اوردر ممكن تبقى بسبب داون سندروم عادي. تمام يبقى التشين احنا ممكن نلاقي ان الايد شورت وسمول، دي اسمها ايه؟ براكي داكتايل. بتحصل بسبب ايه؟ غالبا بتحصل جينيتك ديس اوردر زي داون سندروم. اللارج ايده كبيره اكيد مش هقول داون سندروم، يبقى ايه؟ عنده زياده في هرمون النمو، جروس هرمون زياده اللي هي حاله الاكروميجالي. لارج يعني ايه؟ يعني ماكرو داكتايل. تمام طيب صوابع فيها كيرفيتشر لاترال كيرفيتشر او لاترال ديفيشن اسمها ايه؟ كلينو داكتايل. طيب صوابع اكتر من 5 دي حاله ريتيك روشان اللي هي ايه؟ بولي داكتايل. تمام طيب احنا كده خلصنا اول 3 اللي هم الكالر والراش والشيب، فاضل لنا الكريس والنيل اكزامينشن. طيب هنتكلم دلوقتي في القلم اهو، هنتكلم دلوقتي رقم 4 على الكريز. الحصه المره دي تحسوها ايه؟ مجمعه للحاجات اللي قبل كده. تمام ايه الطبيعي؟ ايه الابنورماليتيز بقى بتاعت الكريز؟ قبل ما نعرف الابنورماليتيز بتاعت الكريز هنعرف الاول النورمال ايه. تمام النورمال عباره عن 2 ترانسفيرس 1 اوبليك. طيب الكريز زي ما قلنا هي الخطوط اللي جوه البالمي بتاعت الهاند. تمام الكريز واحد عندنا ديستال ترانسفيرس كريز وبروكسيمال ترانسفيرس كريز والاوبليك كريز او اللي هو اسمه السينر كريز. ليه سموه سينر؟ لان هو تحت عضله السينر، دي اسمها السينر ودي اسمها الهايبو سينر. تمام طيب يبقى اللي بينهم اسمه سينر او الاوبليك. طيب يعني ايه؟ يعني تعال نشوف الابنورمال بقى. عارفين العرايس بتاعه ديزني او افلام ديزني عامه، اي حد بيبقى اللي هي الافلام بتاعه ديزني لو جيتوا تبصوا على ايده هتلاقي ان هو عنده ان البروكسيمال ترانسفيرس كريس. بصوا اللي الناحيه دي اللي قريب ليا اسمه بروكسيمال واللي بعيد اسمه ترانسفيرس. في بقى العرايس بتاعه ديزني عندهم البروكسيمال ده طويل قوي، عندهم البروكسيمال فيري طول
في حين ان الديستال ترانسفيرس كريز بيبقى نورمال. تمام. طيب بيدي شكل ايه بقى الايد؟ احنا قلنا ان الديستال هو اللي بعيد، الديستال البروكسيمال هو اللي طويل والديستال هو اللي بعيد. مثلا 1 2 تمام، اعذره على الخط ده الديستال نورمال اهو، وده البروكسيمال بيبقى طويل قوي قاطع الايد. تمام، يبقى عنده واحد كده ده اللي هو بروكسيمال بيبقى طويل قوي، والبعيد بيبقى قصير والاوبليك طبيعي. طيب الديزني ديت اللي هي بتاعت عرايس ديزني بيبقى اسم الحاله ايه؟ اللي هي الحاله دي اسمها ايه؟ تبقى اسمها مش ديزني بقى، اسمها سيدني. تمام، يبقى السيدني اللي هي شبه ديزني بيبقى ايديهم بيبقى فيها الديستال ترانسفيرس كريز بيبقى نورمال، انما البروكسيمال هو اللي فيري تول. تمام. طيب في حاجه تانية، في عاصمه لو انتم مهتمين بالجغرافيا، في عاصمه في امريكا الجنوبيه اسمها سون. احنا شفنا رقم 1 من الكريز الابنورمال سيدني. طب رقم 2 حاجه اسمها سون، او هو فريق كوره تقريبا للولاد يعني. لما هي عاصمة بلد مش فاكرة كانت ايه، بس هي موجودة في امريكا الجنوبية. طيب دي العكس بقى. تمام، هناك احنا قلنا ايه؟ ان البروكسيمال طويل والديستال قصير. هنا العكس، هنا الديستال طويل very tall، في حين ان البروكسيمال هو اللي نورمال. تمام، والأوبليك زي ما هو. تمام، تبقى الايد شكلها عامل ازاي؟ الديستال طويل قوي والبروكسيمال نورمال والاوبليك نورمال. تمام، طيب اسمها ايه؟ اسمها سون. تمام، طيب في حاجه كمان اسمها سيميان او ابيكريز. سيميان او ابيكريز. تمام، سيميان او ابيكريز دي عباره عن ايه؟ ده سنجل واحد بس، بالمر كريز. تمام، بسبب ايه؟ بسبب ان الاثنين دول حصل لهم فيوجن، بتبقى الايد عامله كده. ادي الديستال وادي البروكسيمال وادي الاوبليك، دول بقى بيتشالوا خالص وبتبقوا هما الاثنين حصل لهم فيوجن. تمام، بتبقى شكل الايد كده. ديت في ايه؟ دي شبه ايد القرد. قرد اسمها ايه؟ سيميان، او بيسموها ايه؟ بي اي كريز. طبعا دي بتحصل في ايه لو انتم مذاكرين؟ في الداون سندروم. تمام، داون سندروم لو تيجي تمسك ايده هتلاقي ايده قصيره، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، هتلاقي ايده قصيره، هتلاقي وصغيره، هتلاقي ايده عباره عن الليتل فينجر دوت فيها كلينو باكتيلي، ولو جيت تبص على الكريز هتلاقي عنده سيميان كريز او الايبي كريز. تمام، طيب ممكن يحصل ايه كمان؟ في هي دايما بتحصل غالبا في اللي هي ترايزمي. الحاله دي دايما بتحصل في الترايزمي. يعني ايه ترايزمي؟ يعني دوت جينيتك ديس اوردر، في كروموزوم رقم مثلا 21 متكرر 3 مرات اللي هي داون سندروم. تمام، طيب في سندروم تاني متكرر، في كروموزوم متكرر 8، كروموزوم رقم 18 متكرر 3 مرات، دي حاله اسمها ادوارد. تمام، اسمها ادوارد. ادوارد ده ترايزمي للكروموزوم رقم 18 متكرر 3 مرات. الداون للكروموزوم رقم 21 متكون 3 مرات. تمام، طيب احنا كده خلصنا الكريز. ندخل على النيل اكزامينيشن، واخر حاجه النيل اكزامينيشن ايه اللي انت ممكن تشوفه موجود؟ يقول لك انت اول حاجه هتبص على الضوافر. الضوافر انت ممكن تلاقي الوانها مختلفه، صح؟ يعني انت لو لقيت ان لونها بالور، لونها ساينوزس،
لونها بلاك. طيب ممكن يحصل لونها بلاك بسبب ايه؟ بسبب الميلانوما، ميلانوما تمام، او بسبب حاجه اسمها الاديسون ديزيز تمام. دي مشكله في السوبر رينال جلاند، بتعمل مرض اسمه اديسون ديزيز، بيعمل هايبر بيجمنتيشن لاي مكان في الجسم تمام، في الجلد كمان، بيعمل بلاك كلر للنيل تمام، ضوافر بتبقى لونها اسود. طيب في حاجه ممكن تعمل الضوافر لونه براون تمام. بصوا الالوان هي هي اللي احنا حافظينها زائد البلاك تمام، في الاديسون ديزيز مثلا والميلانوما وزائد البراون. طيب البراون بسبب ايه؟ البراون ممكن يكون بسبب الانتي مالاريال دراج اللي هو اسمه ايه؟ اتبرين. لو فاكرين في الاتبرين ده كان بيعمل حاجه، بيعمل حاجه شبه الصفرة، ما كانتش صفرة تمام. يبقى اللي بياخدوا، اللي عندهم مالاريا بياخدوا دواء اللي هو اسمه اتبرين، بيبقى عندهم صفرة، شكل جلدهم لونه اصفر وتبقى ضوافرها لونها براون تمام. طيب في حاجه كمان يعني اللون الجديد اسمه اللي هو جرين، تبص على صوابعهم تلاقيها لونها خضرة. طيب لون الاخضر عامه دايما بسبب انفكشن اسمه سودوموناس تمام. هو لو حصل له انفكشن، دي بكتيريا اسمها سودوموناس، لو حصل انفكشن بيها بتخلي حتى السبيوتم لما يجي يكح بيبقى لونه اخضر، النيل بتبقى لونها اخضر تمام. طيب ايه اللون كمان الموجود؟ لون وايت، مش بيل، انا مقصودش البيل، انا اقصد الوايت، لون ابيض. اشهر حاجه تقريبا كل المصريين عارفينها، نقص الالبيومين او نقص البروتين عامه تمام، او في حاله اسمها ايه، ايرن ديفيشنسي انيميا، برده ممكن تعمل ان الضوافر بتاعتها لونه ابيض تمام. طيب اللون الابيض في الضوافر اسمه ايه؟ لون ابيض لوكو. طب ضوافر نيكيا، لوكو نيكيا، نكتبها باللون التاني اسمها ايه؟ نكتبها هنا لوكو يعني ابيض نيكيا تمام. يبقى اللون الابيض بسبب نقص الالبومين او الايرون ديفيشنسي انيميا، او مثلا بسبب تروما، الواحد مثلا صابعه مزنوق في الباب او كده، بيبقى الضوافر لونها ابيض اسمها لوكو نيكيا. ناخد بالنا من الالفاظ، لوكو نيكيا يعني لون ابيض في الضوافر تمام. لون اخضر بيبقى معمول بايه؟ بالسودوموناس. لون بني معمول بالاتربين اللي هو انتي مالاريال دراج. طيب لون اسود غالبا بسبب ديس اوردر في السوبرارينال جلاند، بيعمل اديسون ديزيز تمام. كده شفنا الالوان. طيب لما تيجي تبص بقى على الضفر نفسه هتلاقي فيه ايه؟ الضفر الطبيعي بتاعه بيبقى كده وادي الصابع صح؟ صح، يعني هنا بتبقى عاملة كده. طب لو عكستها عملت كده، الضفر اكنه حاجة محطوطة عليه تمام. دي اسمها ايه؟ دي شبه المعلقه، مش المعلقه برضو بتبقى مجوفه كده، دي اسمها ايه؟ كويلي نيكيا تمام، كويلي نيكيا تمام. يبقى الشبه المعلقه السبون شيب نيل اسمها ايه؟ كويلي نيكيا تمام. دي بتحصل في حاله ايه؟ في حاله الايرون ديفيشنسي انيميا. يبقى النيل اكزامينيشن احنا شفنا الكالرز بتاعتها، شفنا شكلها كان ممكن تكون اللي هي طبيعي او اللي هي زبون شكل المعلقه شيبت اللي هي اسمها ايه؟ اسمها كويلي نيكيا، كويلي نيكيا تمام، شبه الزبون شيت. وشفنا احنا شفنا الوانها دي بتحصل بسبب ايه؟ الزبون شيت ده او كويلي نيكيا بسبب الايرن ديفيشنسي انيميا. بس ممكن يكون نيل بيتنج، طفل عض صوابعه على طول على طول، واصلا صوابعه تبقى ضعيفه تبقى سوفت، واللي هو صغير يفضل يعض صوابعه ففي الاخر بتاخد الشكل تمام. ممكن بسبب اتروفي، اكتوديرمال اتروفي او ديسبليزيا،
الحاجه اللي هي الاكتروديرم بتاع الصوابع بتاع الضوافر ما تكونتش كويس، تمام، حصل لها اتروفي فبالتالي حصل اللي هي كوينينيكي، تمام. طيب كده احنا خلصنا. في حاجه واحده بس، عكس اللي هي كوينينيكي ايه؟ عكس الكوينينيكي الطبيعي. طب لو الطبيعي زاد عن اللزوم هيبقى اسمها ايه؟ اسمها كلابونج. لو دي عكسها العكس هتبقى ايه؟ كلابنج، مش النورمال. لا زود النورمال قوي 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 يعني، وعلي الضفر ده جامد هيبقى كلابنج. طب يعني ايه كلابنج؟ وكنا اتكلمنا عنه قبل كده. كلابنج دوت يعني بروليفريشن للكونكتيف تيشو اندر النيل بيد، تمام. النيل بيد الضفر اللي هو اللي تحت الضفر لما يحصل كونكتيف تيشو كتير قوي موجوده فيها، فبالتالي هتخلي الضفر عامل كده كبير عالي، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كلابنج. يبقى تاني نعرف ان كلابنج عباره عن ايه؟ بينلس سويلنج للسوفت تيشو في التيرمينال فلانجيز. يبقى الصابع دي التيرمينال فلانجيز بتبقى الضفر عامل كده، الضفر كله عامل كده وكبير بسبب ايه؟ بسبب هنا بروليفريشن اوف كونكتيف تيشو اندر نيل بيد. بسبب ايه؟ بسبب برولونجد سينوزس، تمام. تمام، يعني الواحد لما بيجيله ساينوزس ونقص اكسجين ويبتدي يزرق بعد فتره طويله بعد كرونيك ساينوزس، بالتالي بيحصل ايه؟ بروليفريشن للكونكتيف تيشو اندر النيل، بتبقى ضخمه بتبقى عاليه من هنا كمان، تمام. فبالتالي بتعمل حاجه اسمها كلابنج، تمام. طيب احنا كده شفنا كلابنج. كلابنج دوت بيبقى بيوجع؟ لا مش بيوجع اصلا، بيبقى بينلس، تمام. بينلس سويلنج للسوفت تيشو في التيرمينال فلانجيز due to a proliferation of connective tissue under a nail bed، تمام. طيب بيحصل ده كله ليه؟ بسبب برولونجد ساينوزس، تمام. طيب عايزين نشوف حاجه دلوقتي، اسباب ايه الكلابنج ده؟ ليه بيحصل اصلا كلابنج؟ بيحصل كلابنج بسبب اي حاجه تعمل ساينوزس. طب ايه اللي ممكن يحصل يعمل ساينوزس؟ بص في على مستوى الكارديو، فين الالم التاني؟ ممكن يعمل ايه اللي هي سينوتيك هارت ديزيز، تمام، او ممكن سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس انفكشن بسبب بكتيريا معينه تدخل الهارت بتبوظه بتعمل بكتيريال اندوكاردايتس او انفكتيف اندوكاردايتس، بالتالي تدخل المريض في ساينوزس وتخليه يبقى بين برضه، فبالتالي بتعمل كلاب، تمام. ممكن على مستوى الجست بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب مالجنانسي، بتقلل الاكسجين، او سابيرتيف لانج ديزيز، ماشي. زي ايه سابيرتيف لانج ديزيز؟ اي ديزيز في اللانج بيبقى فيه سابوريشن، بيبقى فيه زي الصديد، تمام. سابيرتيف لانج ديزيز ديزيز في اللنج بيبقى فيه سابيوريتيف، بيبقى فيه صديد بلغم بسبب ايه؟ لنج ابسس، بسبب مثلا الامبايما. امبايما دوت تجمع للصديد داخل البلورة، تمام. طيب في ممكن سيستيك لنج، تمام. ممكن ايه تاني؟ ممكن على مستوى الابدومين مثلا اي مال ابزوربشن سندروم يدخل فيه، او مثلا الليفر سيروزس. الحاجات دي كلها عادي بتعمل برولونج نقص اكسجين، تمام. طيب
ممكن ايه تاني؟ ممكن تكون اوكيوبيشن، بس ديت الاوكيوبيشن على حسب الشغل او المكان اللي بيشتغل فيه والمكان اللي ساكن فيه، ديت بتبقى غالبا مع الكبار مش بتبقى مع الاطفال. تمام. ايه تاني عايزين نعرفه عن الكلاب؟ الجريد، الجريد بتاعته. تمام، احنا كده شفنا اسبابه، عايزين نشوف الجريد بتاعته. بصوا قبل ما نشوف الجريدز خلينا كده عايزين نشوف ازاي هنعمل له تيست. هاو تيست كلوبنج. تمام، من خلال ثلاث طرق. واحده كلينيكال، بتعمل ايه؟ بتخلي الطفل يجي تقول له هات ال70 دولت واعمل كده. شايفين الزاوية اللي بين صبعيني دول؟ اهي الزاوية ديت، لو يعني الشباك اللي موجود دوت لو لقيته مقفول، هو فين؟ اهو الشباك اللي موجود دوت لو لقيته مقفول معنى كده ان حصل برو ريفريشن للكونكتيف تيشو تحت النيل بيد، فبالتالي قفلت الشباك الموجود ده، فبالتالي هو كده عنده اسمه ايه ده؟ عنده كلابنج. تمام؟ طيب اسم اللي انا عملته دلوقتي ايه؟ اسمه ويندو تست. تمام، انت هتطلب من الطفل او المريض اللي عندك يعمل حاجه زي كده. تمام، طيب في حاجه تانية انت ممكن تقيسها، اسمها ايه؟ لوفي بوند انجل. تمام، دي انت هتقيس الانجل اللي هي اللوفي بوند انجل، هي ايه اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي؟ ادي الظهر، الظهر اهو، وادي الصابع تحتيه اهو، هتقيس الزاوية دي. تمام، والله انت لو لقيتها ان 160 درجة او اقل يعني كده صح؟ تبقى نورمال، اقل من او 60 او تساوي 60 تبقى نورمال، لو لقيتها اكتر من كده او اكتر من 180 تبقى اب نورمال. تمام، طيب بصوا الصابع عبارة عن ايه؟ معلش يا جماعه الموبايل فصل، حد رن فالموبايل فصل. تمام، استغليت المكان، استغليت يعني الوقت ان انا مسحت الجزء دوت عشان محتاجه مساحه. رقم 3 احنا بنتكلم، احنا قلنا الاول هاو تو تيست، اتكلمنا رقم 1 قلنا اللي هي من خلال الويندو تيست، رقم 2 من خلال اللوفي بوند انجل ان انا قست الانجل وشفتها لو كانت 160 او اقل تبقى نورمال، لو كانت اكتر من 160 او اكتر من 180 تبقى اب نورمال. تمام، طيب رقم 3 هي عبارة عن ريشيو، انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ بتكلم في هاو تو تيست الكلابنج. تمام، رقم 3 هي عبارة عن ريشيو بتوين ايه؟ الريشيو عبارة عن بتوين ايه؟ بتوين حاجة اسمها دي بي دي للاي بي دي. طيب ايه هي الدي بي دي؟ ديت اللي هي عبارة عن ديستال فرينجيال ديبس. تمام، طب وديت انتر فرينجيال ديبس او انجل. تمام، معنى كده ان انا هقيس دي وهقيس دي وهجيب الريشيو بينهم. طب تعالوا نشوف الطبيعي. ماشي، ادي الظافر اهو، تمام، طيب دي انهي؟ دي الديستال، ودي انهي اللي هي الحته دي؟ دي الانتر، ودي التست. تمام، تمام، بيقول لك ان لو انا عايز اخد النسبه بين الدي وبين الاي هلاقي ان الدي صغيره، تمام، والاي اكبر منها كبيره. تمام، طيب لما يبقى الرقم هنا صغير والرقم هنا كبير هتبقى النسبه واحد ولا اقل من واحد ولا اكتر من واحد؟ هتبقى اقل من واحد، ده كده نورمال. تمام، لو
انا جيت قست الدستر وقست الانت ولقيت النسبه الرقم صغير فوق ورقم كبير تحت، لقيت النسبه طالعه اقل من واحد، اعرف من كده ان هو غلط. طب لو لقيت العكس، لو لقيت ان انا مثلا عملت هنا بروليفريشن كتير قوي للكونكتيف تيشو ومليت الجزء ده خالص فبقى كبير، تمام، الدبس بقى كبير، يبقى دي زي ما هي ماشي. طيب عملت بقت النسبه بقت كبيره لصغيره، هي دي كبرت قوي 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 فبالتالي دي بقت صغيره، انما دي ما صغرتش، الانتر ما صغرش، الانتر كان كبير بالنسبه للديستال اللي كان صغير. طب دلوقتي الديستال بقى اكبر من الانتر اللي هو ثابت اللي هو اصبح بقى صغير. طيب كبير على صغير تبقى النسبه اكبر من ايه؟ اكبر من واحد، ده عنده كلونك، تمام. يبقى اخر واحده، اخر واحده في الهاو تو تيست هي عباره عن ريشيو بين الديستال فرينجل ديبس وبين الانتر فرينجل ديبس، تمام. شفناها ازاي كانت اقل من واحد اللي هي نورمال، شفناها ازاي كانت اكبر من واحد اللي هي كلونك، تمام، او اكثر من واحد او لو واحد يعني، تمام. طيب كده خلصنا هاو تو تيست الكلونك، تعالوا نشوف الجريدز ونبقى خلصنا الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. الجريدز هم خمسه جريدز ماشي. رقم واحد بيقول لك ان النيل بيت سوفت، بقى السوفت الجزء بتاع النيل بيت ده بقى سوفت، بقى مرحب ان هو يحصل بروليفريشن واكيوميليشن للكونكتيف تيشو في المكان ده، فبالتالي هيبقى دي اول خطوه او اول جريد للكلونك، تمام. طيب تاني جريد عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الانجل بتاعت النيل بيد، الانجل بتوين النيل بيد اللي احنا رسمناها والسكين فولد بقت ايه؟ بقت ضايعه خالص، بقت كلوس، اللي هي ايه؟ ادي الانجل الضافر وادي ادي الانجل، الانجل بتوين النيل بيد وبتوين السكين فولد ضاعت، بقت كلوس، حصل بروفريشن فما عادتش فيه انجل، تمام؟ طيب رقم ثلاثة increase في الكونفكس بتاعت النيل بيت، هي هيها يعني اللي احنا قلناها ان الانجل بقت مش موجودة، بس الانجل بقت ماشية ستريت كده يعني اللص للانجل، لا وكمان النيل بيت بقى زياده في الكونتكست، تمام. طيب دي كده رقم ثلاثة، يبقى رقم واحد في سوفت اديها رقم واحد. والله لقيت ان الانجل ما عادتش موجوده اللي هي بالويند تيست ما عادتش موجوده اديها رقم اثنين، لقيت ان الصابع النيل بيت بقى طالع لفوق بقى قابل لفوق كده بقى كونتكس لفوق اكتر بقى ايه؟ دي رقم ثلاثة، تمام. طيب رقم أربعة حاجه اسمها ايه؟ سكند للديستال فالانكس، تمام. يعني ايه يعني ايه سكند للديستال فالانكس؟ دي حاجه اسمها دراميستيك ابييرنس. يعني ايه برضو دراميستيك ابييرنس؟ الصبع بيبقى شكله كده طبيعي، بيبقى كده، تمام. طيب اللي مش طبيعي اللي هي درامستيك ابيرنس او هي جريد فول تبقى الصابع عامل كده، تمام، وادي الضفر جواه عادي ماشي شبه العصاية، يبقى درامستيك ابيرنس اللي هي جريد فول، تمام. طيب رقم خمسة او اللي هي جريد فايف عبارة عن ايه؟ هي درامستيك ابيرنس بلس هايبر تروفيك اوستيو ابستروباسي، تمام. يعني ايه؟ يعني بقى في لو ما تيجي تصور بالاكس راي هتلاقي ان اللونج بون بقت كبيره، بقت حصل لها سيكننج ماشي، هتصور ايده بالاكس راي هتلاقي ان البون نفسه بقى سيكننج، تمام. يبقى مش مجرد كونكتيف تيشو اترست وبقى زياده في النيل وفي حوالين النيل في الصابع في الديستال فالانكس كمان زادت،
لأ البول نفسه زاده بقى كبير. تمام؟ طيب دي رقم 5. يبقى اول واحد هتلاقي ان النبت بقى سوفت عشان يبقى مؤهل ان هو يحصل accumulation proliferation للكونكتيف تيشو. طيب رقم 2 ان النبت والسكين فولد الانجل اللي بينهم لوز ما عادتش موجوده. تمام؟ طيب لما تبقى الانجل لوز وكمان الكونفكس بتاع النبت زاد قوي بقى كده رقم جريد 3. طيب انت لو جيت تبص على الصابع ولقيته خد دراماستيك ابيرنس او سيجمنت للديستال فارنكس ده جريد 4. والله لو لقيت ان هو عنده المنظر ده وجيت تعمل له اكس راي لقيت في هايبرتروفيك واوستيو ارثروباسي يعني اللونج بون بالاكس راي حصل له سيجمنت دي جريد 5. تمام كده خلصنا الهاند اكزامينيشن.